الحمد لله رب العالمين، نحمده جل وعلا ونشكره ونسأله توفيقا وهداية وصلاحا. وبعد، فقد امتن الله جل وعلا علينا بإتمام تفسير سورة هود عليه السلام، ولعلنا إن شاء الله في هذا اليوم نبتدئ بتفسير سورة يونس. وهذه السورة سميت باسم نبي الله يونس للتذكير بأن غالبية الأمم مع معاينتهم للعذاب إلا أنهم لم يؤمنوا، إلا قوم يونس، فإن يونس عليه السلام حذر قومه من نزول العقوبة فإن لم يؤمنوا، فآمنوا، وكان هذا سبباً من أسباب دفع العذاب عنهم ومن أسباب تنعمهم في الدنيا. آمن معه 100,000 أو يزيدون. فحينئذ سميت هذه السورة باسم نبي الله يونس عليه السلام. ولعلنا أن نقرأ شيئا من الآيات التي ذكرها الله جل وعلا في هذه السورة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را، تلك آيات الكتاب الحكيم. أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم، قال الكافرون إن هذا لساحر مبين. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش، يدبر الأمر، ما من شفيع إلا من بعد إذنه، ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون. إليه مرجعكم جميعا، وعد الله حقا، إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط، والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون. هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب، ما خلق الله ذلك إلا بالحق، يفصل الآيات لقوم يعلمون. إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون. ذكر الله جل وعلا هذه السورة العظيمة
المشتملة على أنواع من مجادلات أهل الباطل مع النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بصحة هذه الرسالة ووجوب الإيمان بها وما يريدونه من الشبهات عليها. فذكر الله في أوائل هذه السورة حروفاً مقطعة للإشارة إلى أن هذا القرآن إنما جاء بحروف عربية من جنس كلامكم ومن جنس الحروف التي تتكلمون بها، ومع ذلك تعجزون عن الإتيان بمثله في نظمه وإحكامه وبلاغته وتأثيره على النفوس. ثم قال: تلك آيات الكتاب الحكيم، أي هذه الدلائل والبراهين هي آيات هذا القرآن العظيم المشتمل على الأحكام البليغة والحكم العالية. فالقرآن حكيم بمعنى أنه يحكم على الأشياء بما فيه صلاح لأحوال الخلق وفيه حكم باهرة. ثم نظر إلى أحوال الناس حينما تعجبوا من نزول الوحي على محمد صلى الله عليه وسلم، فقال جل وعلا: أكان للناس عجبا، أي هل من الأمر المستغرب الذي يتعجبون منه أن يرسل الله جل وعلا أحد خلقه لبقية الناس ليدلهم على ما فيه صلاحهم؟ أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم، فلله أن يفعل ما يشاء وله أن يرسل من شاء، ومن ثم لا يصح للعباد أن يتحكموا فيقولوا لما أرسل فلانا إلينا، فإن المرسل يختار من شاء لتبليغ رسالته ولا يتحكم عليه في ذلك. فقال: أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم، أي أنزلنا الوحي إليه بطريق الملائكة، أن أنذر الناس، أي خوفهم واجعلهم يحذرون من عقوبات الله للمخالفين والمعاندين بدخول نار جهنم لمن عصى أنبياء الله. وفي نفس الوقت هذه الرسالة جاءت ببشارة الذين آمنوا، يعني قاموا بإيمانهم في اعتقاداتهم وفي أعمالهم وفي أقوالهم، وبالتالي يكون لهم قدم صدق، أي يكون لهم مكان عال يكونون أو يجازون فيه بصدقهم. فصدقوا مع الله، فصدق الله جل وعلا معهم، فكان لهم مقام صدق وقدم صدق عند ربهم الذي خلقهم ورزقهم. وحينئذ مع أن هذا قرآن عربي مبين وأنه مشتمل على أعلى درجات الحكمة، ومع أن نزوله على أحد البشر ليس بمستغرب، إلا أنه جوبها بالتعجب والاتهامات الباطلة. وحينئذ قال الكافرون: إن هذا، إما هذا البلاغ أو هذا الكتاب أو هذا النبي لساحر مبين. مبين أي واضح الدلالة على أنه
ليس بأمر معتاد بل هو سحر بين، فإنا وجدناه يفرق بين الرجل وأهل بيته والرجل وأخيه، ولذا اتهموه بأنه من السحر. وهم أول من يعلم أن هذا الكتاب وهذا النبي ليس من السحر في شيء، ومن ثم فإن مقالتهم يعرف بطلانها كل من تأمل فيها. ثم قال تعالى: إن ربكم، يعني المتصرف في الكون الذي يعطيكم النعم ويولي عليكم الخيرات، هو الله الذي خلق السماوات والأرض فأوجد هذه الأرض وهذه السماوات على غير مثال سابق سبحانه، وكان إيجاده لهذه الكائنات العظيمة في 6 أيام. والسماوات بناء عظيم وخلق كبير، والأرض تشمل جميع الأراضي والكواكب التي يسكن عليها والتي لا يسكن فيها. وقد خلق الله السماوات والأرض في 6 أيام لحكمة يراها، ثم استوى على العرش، أي على وارتفع على العرش بصفة حقيقية ثابتة. ولا يصح تفسير استوى باستولى، لأنه قال خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش، وثم تفيد الترتيب والتعقيب، ومن المعلوم أنه كان مستوليا على جميع المخلوقات حتى قبل خلق السماوات والأراضين. ثم قال يدبر الأمر، أي يوجه بالأوامر التي يحصل فيها تصريف الكون، فما من ذرة تتحرك وما من حي يفعل شيئا إلا بتدبير من الله جل وعلا. ثم ذكر أن هذا الخالق العظيم الذي خلق هذه السماوات المترامية الأطراف وهذه الأراضين سبحانه وتعالى، لا يستطيع أحد أن يشفع عنده إلا بإذنه، والشفاعة خطاب إلى من يتمكن من إيصال الخير إلى الآخرين بأن يطلب منه ذلك. فقال ما من شفيع، أي لا يوجد أحد يشفع إلا من بعد إذنه، فمن أذن الله له، فإذا أذن الله للشافع ورضي عن المشفوع جاءت الشفاعة، وأما إذا لم يأذن الله بها فإننا لا نثبت شفاعة بدون دليل من كتاب أو سنة. قال ذلكم الله ربكم، أي هذا الذي خلق السماوات والأرض وهذا الذي يدبر الأمر فلا يقع شيء في الكون إلا بأمره، هو الذي يستحق العبادة ويجب أن يفرد بها ولا يجوز أن تصرف لأحد من بعده. فلذا قال ذلكم، أي الذي فعل هذه الأمور، هو الله ربكم، أي الذي لا زالت نعمه تترى عليكم. ثم أمر بعبادته جل وعلا بطاعة أمره
والذل له والخضوع مع خوف منه ورجاء له سبحانه وتعالى. ثم قال: أفلا تذكرون؟ يعني هل جعلتكم هذه النظرات التي تنظرونها في الكون من رؤية هذه الأرض المستقرة تحت أقدامكم ورؤية هذه السماء العظيمة فوق رؤوسكم ورؤية ما يكون من ظواهر كونية، أفلا تجعلكم تذكرون الحق وتلتزمون به فتعبدون الله جل وعلا وحده؟ وفي هذه الآية وقوله إليه مرجعكم جميعا، أي أن العباد بعد موتهم يعودون إلى الله فيحاسبهم على جميع أعمالهم ويسألهم عنها واحدا واحدا، وحينئذ يجد كل إنسان ثواب عمله الذي عمله. وهذا الوعد برجوع الناس إلى الله ومحاسبته لهم أمر حق لا باطل فيه وواقع لا محالة، مهما حاول الناس دفع ذلك أو إنكاره. وقوله إنه يبدأ الخلق، أي كما خلقكم أول مرة فأنشأكم وأوجدكم من العدم فإنه قادر على إعادتكم. فمن قدر على إيجاد الناس أول مرة قادر على إعادة نشأتهم مرة أخرى بعد وفاتهم. وليعلم بأن هذا اللقاء مع رب العالمين الذي يكون بعد البعث إنما هو ليجازى العباد على أعمالهم، وبالتالي يجازي الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط، أي بالعدل، فيثيبهم. وقد جاءت النصوص بأنه يكفر عنهم سيئاتهم ويعاملهم بأحسن ما كانوا يعملون. وفي مقابل هؤلاء الذين كفروا وهم المعرضون عن الاستجابة لدعوات الحق لهم شراب من حميم، أي حار شديد الحرارة، يشوي وجوههم وبطونهم متى شربوا منه. والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم، أي مؤلم موجع بما كانوا يكفرون، أي جزاء لهم على كفرهم في الدنيا. ثم ذكر جل وعلا شيئا من نعمه على العباد، ألا وهي نعم تموت الأفئدة بملاحظتها في كل يوم بحيث لا يستشعر الإنسان أنها نعمة. فهذه الأرض نعمة علينا، وهذه السماء نعمة علينا، وهكذا في الشمس والقمر. قال تعالى واصفا نفسه: هو الذي جعل الشمس ضياء. فالشمس التي يبين بها النهار جعلها الله مشرقة، فيها نور محرق، ولذا قال ضياء. وهذه آية عظيمة تدل على قدرة رب العزة والجلال وتصريفه للكون. وهكذا جعل القمر نورا، لم يجعله وقادا بالضياء كالشمس، وإنما جعله منورا بحيث يعكس ضوء الشمس عليه. وقال وقدره منازل، يعني أن القمر لا يبقى في محل واحد كل ليلة،
بل كل ليلة يتغير عن الليلة التي قبلها، فيبتدئ أول الشهر هلالا، ثم يصبح في وسطه بدرا، ثم يصبح في آخره محاقا سريع الزوال. وقال: وقدره منازل، من أجل أن يعرف هذا، يعرف الوقت من مكان القمر. وقدره منازل لتعلموا عدد السنين، فسنواتكم تحتاجون إلى التفريق بين بعضها وبعضها الآخر، ولن تستطيعوا التفريق إلا بأن جعلتم علامة، وتلك العلامة مذكورة في هذه الآية. والذين كفروا، قال وفي هذه الآية قوله: لتعلموا عدد السنين والحساب. فإن الله جل وعلا قد جعل القمر يجري بحيث يتفاوت ما بين يوم وآخر ليعرف ما هو ذلك اليوم من الشهر. فإنه يبدأ صغيرا في أول الشهر، وإذا توسط الشهر وأصبح كبيرا، ثم يعود إلى النقص في رحلة شهرية دائمة. ولذا قال: لتعلموا عدد السنين والحساب. وحينئذ لفت الله الأذهان إلى هذه الآيات الكريمة العظيمة، لتكون سببا من أسباب تعظيم الله وعبادته وحده جل وعلا. ثم قال: ما خلق الله ذلك إلا بالحق، أي لم يجعلها عبثا ولم يجعلها بدون فائدة، وإنما خلقت السماوات والأرض من أجل أن تقوم يا أيها الإنسان بعبودية الله جل وعلا. فهذا غرض مقصود وهدف حق. ثم قال: نفصل، أي نوضح ونبين الآيات، أي الدلائل والأحكام لقوم يعلمون، أي يكون عندهم ذهن يتبصرون به الأمور. ثم ذكر آيات كونية أخرى عظيمة، إلا أنها أقل من الأولى. فقال: وفي اختلاف الليل والنهار، قبل 3 ساعات كنا في نهار وضوء عظيم والكون مبصر مشرق، واليوم والآن أصبحنا في ظلام دامس. ما الذي فرق بينهما وما الذي خالف بينهما؟ هذا تدبير العزيز العليم. قال: إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون. فهذه الآيات العظيمة من السماوات والأرض وما يجعله الله فيها من أنواع الخيرات لهي آيات عظيمة تدل على قدرة رب العزة والجلال. وكم من مرة قارنت النصوص وقاربت بين النجاة والتقوى، فأهل التقوى هم الذين يقدر الله جل وعلا لهم النجاة. فهذه آيات عظيمة في سورة يونس، وفيها من المعاني والحكم الشيء الكثير، وفيها أيضا أحكام عظيمة. من تلك الأحكام وجوب احترام هذا الكتاب وتقديره لما اشتمل عليه من كلام رب العزة والجلال. وفي هذه الآيات أن بعض الناس قد يعجب من أمور لا عجب فيها، كعجبهم من أن ينزل الله من أمره على من يشاء من عباده. وفي هذه الآيات أن الغالب في رسل الله أن يكونوا
جزءا ممن أرسل إليهم ذلكم النبي. وفي هذه الآيات اختيار النبوة من رجل من قومه ليكون أقرب لهم وأفهم لمعانيهم. وفي الحديث فضل الإيمان والعمل الصالح، وأنه بهما تنال المراتب العلى في الجنان. وفي هذه الآيات أن الكافرين لا زالوا يواجهون القرآن بعدد من التهم، منها قولهم إن هذا، يعني القرآن، أو إن هذا الرسول لساحر مبين. وفي هذه الآيات التذكير بشيء من قدرة الله جل وعلا على أمور من الكون، ولذا قال إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض، ففي هذا تذكير بقدرة الله، وفيه أن الله قد يطيل مدة شيء من أوامره لحكم يراها مع قدرته على أن تنفيذ ذلك في لحظاته. وفي هذه الآيات إثبات الاستواء الحقيقي لله جل وعلا على العرش، مما لا يلزم معه مماسة أو مجالسة أو نحو ذلك. وقد جاءت النصوص بإثبات الاستواء في عدد من الآيات القرآنية. وفي الآيات أن تدبير أمر الكون قد يوكله الله جل وعلا لبعض عباده. وفي هذه الآيات أن من زعم أن أحداً يشفع له بدون دليل فدعواه باطلة. وفيها أن من شفع الله شفع له نبي الله عند الله إنما يشفع له لحكم يراها أو لمعنى يكون فيه، وبالتالي لا يشفع إلا بإذن من الله جل وعلا. وفي هذه الآيات من الفوائد التذكير بقدرة الله عز وجل، تصريفه للأمور، وتذكير الآخرين بنعم الله عليهم بما يستطيعه من هذه النعم. وفي هذه الآيات من الفوائد إثبات رجوع العباد إلى الله، فهم يعودون إليه جل وعلا ليحاسبهم على أقوالهم وأفعالهم واعتقاداتهم. وفي هذه الآيات إثبات العقاب والثواب يوم المعاد، وأنه واقع لا محالة. وفي هذه الآيات إقامة الدليل على البعث، فإن من خلقكم أول مرة قادر على أن يعيدكم جل وعلا. وفي هذه الآيات بيان الثواب الذي يكون لأهل الإيمان والعمل الصالح وما يكون للكافرين. وفي هذه الآيات عدل الله جل وعلا حتى في مقام الحساب. وفي هذه الآيات مضاعفة العذاب في نار جهنم على كفرهم وتركهم الاستجابة لدعوة الحق. وفي هذه الآيات أن الشيء قد يظن فيه أمر فينتج خلافه وضده، فهم ظنوا أن هذا الحميم يرويهم فزادهم عطشا. وفي هذه الآيات من الفوائد أن عذاب الكافرين إنما كان بسبب أفعالهم هم، والله جل وعلا عدل معهم لا يجازيهم إلا بناء على أفعالهم التي فعلوها. ولذا قال تعالى الذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون.
وفي هذه الآيات تنعم الله وفضله على الناس بإيجاد الشمس والقمر ليفرقوا بين ليلهم وليل نهارهم، وفي هذه الآيات التذكير بما يحصل من نعم الله من وجود الضوء ووجود الاستفادة الكهربائية من الشمس ونحو ذلك. وفي الآية أن للقمر منازل يتنوع دخوله لها ما بين يوم وآخر، وفي الحديث وقوله وقدره منازل أي كل محل من الليالي فله مكان معروف معلوم. وفي هذه الآيات تفضل الله على الخلق بأن جعل الشمس فوق رؤوسهم ليكون سبب من أسباب درء دخول نار جهنم. وقوله والحساب يدخل فيه حساب الأهلة، وقوله ما خلق الله ذلك إلا بالحق أي لم يوجد على مثال غير سابق ما سبق من موسى وهارون ونحوهم، إنما هو لبيان الحق وتوضيحه تعريف الناس به. ولذا قال يفصل الآيات أي يبينها ويوضحها لقوم يعلمون، أي يكون عندهم قدرة على فهم هذه النصوص. ثم ذكر لظواهر أخرى غير معتادة للخلق، فأولها اختلاف الليل والنهار، فإنه يختلف ما بين زمان وزمان. فوقت الليل في الشتاء يقصر جدا، في الشتاء يطول جدا، وفي الصيف يقصر جدا، فهذا فضل من الله. وفي هذه الآيات أن الله قد وضح الآيات والدلائل والأحكام وعرف بها. وفي هذه الآيات التذكير باختلاف الليل والنهار، فمعرفة السنين والحساب هناك بجريان سنوي للشمس، وأما معرفة اليوم والليلة فيكون بجريان أرضي. وفي هذه الآيات من الفوائد أن خلق هذا الكون لحكم عالية، وقد جاءت النصوص بأنها إنما خلقت ليتمكن الله من عبادته. ونقول بأن الله جل وعلا خلق هذه المخلوقات لغاية عظيمة وهي عبادته جل وعلا، ومن ثم لابد أن يستشعر بذل هذه الأمور في طاعة الله. ثم قال ما خلق الله ذلك إلا بالحق، يفصل يوضح ويقسم الآيات، وهي الأدلة والبراهين لقوم يعلمون، أي إنما يستفيد منها من علمها وآمن بها. ثم ذكر آيات كونية ألا وهي اختلاف الليل والنهار في حركة يومية، فكل يوم يخالف اليوم الذي قبله واليوم الذي بعده في وقت الأذان للصلوات، مما يدلك على اختلاف الليل والنهار. وهكذا يدرأ الله جل وعلا بعض ما يقدره على بعض الناس، فقد يدبر الله جل وعلا معونة عبد من عباده من السماوات والأرضين. ثم قال لآيات لقوم يتقون، أي يحذروا من أن تنزل بهم العقوبات دنيا وآخرة. ففي هذا
بيان أن الليل والنهار تختلف، وأن جريان الشمس الشهري يختلف عنه في يختلف شتاء وصيفا. وفي هذه الآيات إثبات الحكمة التي من أجلها خلق الخلق، فإن الخلق لم يبعث سدى، وإنما خلقوا من أجل أن يقوموا بعبودية الله جل وعلا. ثم قال الآيات، يعني هذه الدلائل الكونية السابقة، فيها آيات لقوم يتقون، أي يستمرون على التقوى في كل أحوالهم. بارك الله فيكم، وفقكم لكل خير، وجعلني الله وإياكم من الهداة المهتدين. أصلح الله أحوالكم وذراريكم، وغفر ذنوبكم. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.